تتواصل فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحت رعاية إمارة الشارقة بحضور نخبة من رجال السياسة والاقتصاد والثقافة على مستوى العالم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الشارقة منذر أبو دوح مراسل التلفزيون المصري. منذر، بعد التحية، يعني تضعنا في تفاصيل فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي أبرز ما شهده من مناقشات. تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل المنتدى شهد زخما كبيرا وآراء مختلفة، لأنه عبر عن المشاركين مختلف الثقافة والذين جاءوا عبر دول العالم للمشاركة في هذا المنتدى، والذي شاهد حوارات وورش عمل على مدار الأمس واليوم، وكانت غالبيتها مناقشة حول كيفية دور الإعلام في التواصل الثقافي بين دول العالم والأدوات اللازمة لزيادة التواصل وجسور التواصل ما بين دول العالم مختلف الثقافات بطريقة عادلة. الطريقة أو بالأمس كان معنا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي شهد مناقشات كانت أكثر مناقشات سخونة حول مؤتمر كوب 27 ودور مصر في هذا المؤتمر ودور الشباب، وكيف سيكون دور الشباب في مواجهة هذا المؤتمر المهم بالنسبة للعالم والبيئة والتغيرات المناخية. وقال وزير الشباب بأن مصر بدأت منذ كوب 26 بدأت عملية الاستعداد لكوب 27 من خلال المشروعات الخضراء وتمكين الشباب بطريقة فاعلة من خلال آرائهم الخاصة بالمشروعات الجديدة للمحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات ودعم الدول النامية لاتجاه هذه التغيرات المناخية وتأثيرها عليهم، باتجاه خاصة الدول الكبرى والتي صاحبة الباع الأكبر في أو السبب الأكبر في التغيرات المناخية. هذا شأن. الشأن الآخر الدراما وتأثيرها في عمليات التواصل، كان بالأمس واليوم شهدت ورش عمل بدور الدراما العربية في التواصل الثقافي والدراما على مستوى العالم. بالأمس كان بيتر ميمي وأشرف زكي وعدد من الفنانين شاركوا في ندوة أو ورشة عمل ثقافية دارت حول دور الدراما المصرية في الحفاظ على الهوية العربية وكذلك المسلسلات المصرية، ومسلسل الاختيار صاحب أكثر المسلسلات مشاهدة في الأشهر الماضية وخاصة بعد تغيير اللغة وكذلك نعم منذر، أشكرك شكرا جزيلا منذر أبو دوح على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من الشارقة.